كيف تسوي the threshold effect في after effects مع احمد. اول حاجه بنخط add grain to our footage، بنعلي الانتنسيتي، بندخل عند البريسيت وبنختار اخر اوبشن، بندخل عند الفيو مود ونختار final output. بعدها بنضيف curves، بنضيف نقطه وبننزلها شويه تحت، وبنضيف نقطه فوق وبنعليها شويه كمان لفوق. بعدين نضيف الثريشولد ونقعد نلعب في السيتنجز لحد ما يطلع الشكل اللي احنا دارينه. وشكرا لمتابعتكم، ما تنسوا تسووا فولو لايك اند شير وترقبوا للمزيد.